قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قال إن جميع مراحل بطولة العالم رجل الحديدي التي تقام في مدينة تشاتانوغا بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون قوية وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية واستعداد جيد يتناسب مع صعوبة السباق، مؤكدا سموه بأن فريق مملكة البحرين على درجة عالية من الاستعداد للتنافس بقوة ولتحقيق مراكز متقدمة. وبين سموه أن فريق مملكة البحرين المشارك في بطولة العالم عمل قبل السفر إلى تشاتانوغا وبعد الوصول إلى المدينة الأمريكية على الإعداد الجيد للمنافسة. تم وضع الخطط التحضيرية للسباق على مراحل متعددة بهدف الوصول لأعلى مستوى قبل بدء البطولة، مشيرا سموه إلى أن الفريق بعد إجرائه تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية على جميع مسارات السباق يكون قد أنهى تدريباته وأكد جاهزيته التامة لخوض غمار المنافسة. وتوقع سموه أن تشهد البطولة منافسة قوية وندية عالية، إذ سيكون السباق للنخبة رغم أن مجموع المشاركين يبلغ نحو 3000 متسابق من الرجال، ما يعطي صورة عن قوة البطولة وما ستشهده من تنافس عال بين المشاركين، مؤكدا سموه أن ذلك يعطي فريق مملكة البحرين دافع إضافي لتقديم مستويات مميزة وظفر بمراكز متقدمة لترسيخ اسم مملكة البحرين في هذه الرياضة وتأكيد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها. وقد وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة استعداداته قبل انطلاق بطولة العالم للرجل الحديدي، وذلك بعد أن خاض تدريبات مع أعضاء الفريق البحريني على فترتين، الأولى كانت عبارة عن السباحة لمدة نصف ساعة، فيما كان التدريب مساء على درجات لمسافة 50 كيلومترا. كما والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مدينة تشاناغوغا أعضاء وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشارك في بطولة العالم للرجل الحديدي، إذ ناقش معهم مراحل السباق والمسارات المخصصة والصعوبات التي تعتريها، وجه لهم النصائح والتوجيهات الفنية قبل انطلاق المنافسة، وشد سموه عزيمتهم لتحقيق مراكز متقدمة وتشريف وطنهم والخليج والعرب في البطولة العالمية. الحين هذا الوقت المهم اللي احنا نعرف روت الدراجة عشان يكون وقت السباق، يعني تعرف بالضبط وين الأماكن الخطرة وين الأماكن اللي تقدر يعني تزيد فيها أو تخف فيها، فتبين لنا يعني الروت كامل 90 كيلو كاملة شفناها، عرفنا بالضبط شو نسوي والباقي إن شاء الله على الله. طول عمر الآن كملتوا السباحة والجري والدراجات، يعني وصلتوا إلى فكرة كاملة عن البطولة، فتعتقد إيش راح يكون موقعكم بين 3000 مشارك من الرجال؟ والله أقول لك مو بسهل، يعني ذكرت لك أنا اليوم الصبح أن الأجواء صعبة جدا، مو من ناحية الأرض لكن من ناحية المنافسة، فإحنا وياهم إحنا أدينا زين وهم أدوا زين، ولا مثل ما تقول النصيب للأقوى إن شاء الله. طول العمر بعيدا عن النتائج، ما الاستفادة راح تخرج منها وسط مشاركة 3000 وهم من النخبة تقريبا مثل ما تفضلت؟ يعني شوف، مو بمجال نتعلم اليوم، مو بمجال نختبر، احنا اليوم نعتبر يعني مو بمحترفين، احنا هواة لكن نعتبر احنا اعلى نسبة من الهواة، يعني احنا توب 1%، فعندنا خبرة في مجال هذه السباقات، فما عندنا مجال نغلط، الغلطة ما راح ترحمك في هذا السباق، فيجب ان احنا نكون اذكياء في هذا السباق، يجب ان احنا نعرف وين الخط الاحمر، ابي اجلس بس تحت خط الاحمر بشوي عشان أكون يعني أعطي 100% على خط النهاية.